dead. Hey!
Maestra. Ja, men jag vill ju... Det är små synpunkter på albumet, men... Jag skulle ha trummat en gång. Det får vi upp här. وليد بيحولها في الجانب الايمن هنا العرضيه وهنا الكره العاليه عد غير المرغوب بالنسبه لنادي دبي ياتي الهدف الثالث بالنسبه لنادي الفجيره 3-1 نتيجه الهواة وحصد كاس الاتحاد في مناسبتين 2010 2011 و2014 2015 كره عاليه حارس المرمى لم يتمكن كل المباريات ستكون يوم الجمعة والسبت هذه الكرة خاطئة الملعب قتال على حامل الكرة يا سلام يا سلام على هارونا خطف ورائع من المشاطات الطويلة التي يصعد بها تعب في هذا اللقاء وهي مستمتعة حتى الآن بما تدار في أرضية الملعب لكن مظلومة واحد على واحد هارونا يملك المهارة الكرة تتخلص ومرة أخرى تعود هنا الكرة مرتدة سريعة المحاولة لدى هارونا سلامة الصحراء كرة بالقدم اليمنى ولكن العروبة لاعبين في دبي يتراجعون وفرصة خارج أرضية الملعب لاحظ عديد الحجاج هذه الانتقادات أدت برحيل المدرب الإيطالي والاستعانة بمدرب جد هارونا بسرعة من أمام جمعة عبد الله جرب وسدد لكن اليوم جمعة عبد الله طالب قصة شمال إلى هارونا مع الكرة هارونا حاول مر هارونا أمام منطقة جزاء حاول فيها كرة لاعب رقم 13 تشكيلة نادي الخليج طلال صنجور ولعب تقريبا يعني هي جيدة قياسا وعطفا على نتائج السابقة في دوري الخليج العربي وفي دوري الدرجة الأولى على اعتبار أن يعني كان كرة في وسط الملعب بينية الآن سريعة خطيرة ما في يسير داخل منطقة الجزاء الأجنبي لاعب هارونا سددة قوية حارس مرمى نسى على ما اعتقد في اللقطة الماضية لذلك شاور المساعد على وجود ركلة ركنية لمصلحة فريق الدراعين أيضا لحصول دوري الدرجة الأولى لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة راس الخيمة كرة الآن سريعة عرضية مضروبة في مكان خطير هذه الكفة اللعبة هذه العرضية بعد ذلك حاول فيها اللاعب تحولت إلى خارج الملعب من رمضان أو من الزايد مع الله وإلى ركلة مرمى حاول فيها الكفة حارس المرمى في اللحظة الأخيرة